الكهرباء قبل المي. كنا عايشين بيوت الطين، والحد خلقنا بالطين وعايشين بالطين، بالشتاء دفا وبالصيف برودة، ونحمد الله ونشكره. هذا أساسنا، من أساسنا كنا ساكنين فيه، وفي مي كان، في كهرباء، في كذا. هلق ما في شيء. هذا اللبن مصنوع من التراب والتبن والمي، وفي له قالب خاص. بعد ما نجبل التراب والمي والتبن نحطه فيه ونصنعه ونجهزه، نتركه كم يوم نوقفه ليبس، وبعد فتره بصير جاهز للعمار. في معمار بعمره وجاهز بصير. لا عم تندسر، وانت شايف شلون صفت خرابات يعني مهدمه نتيجه انه الناس بالفتره الاخيره التجأت للعمار الحديث الحجر والبلوك من ناحيه، وناحيه ثانيه نتيجه هالنزوح على العالم وبعدها من هون انهملت. هي كان لازم يعني تطين اقل شيء كل سنتين، كل سنتين ترجع تترمم تطين هذا من فوق مشان المطر، مشان نتيجه الرياح والمطر تصير عليها تعريفه تطين. فحاليا ما موجود اهل تطينه.